السلام عليكم، هذا الدرس الأخير من دروس المستوى الأول، وراح نتعرف فيه على المبادئ العامة للتصميم باستخدام أدوات التصميم الحر أو الماس، يعني اللي هي نحن بنشتغل بها القائمة ماسينج أند سايت. طبعا هلا هون نحن على ليفل 1 وليفل 2. أول شيء إذا عدلنا الواحدة هلا عنا هون ليفلين، راح نروح نزود العدد، مثلا ننزل هذا لهون على 3، نعمل كوبي هلا هون، بس نعمل طابق خليه يتعرف عليهم. تمام، الماسنج اند سايت من هون في عنا البليس ماس. بليس ماس بحسن جيب ماس من المكتبة عندي هون، بحسن جيب ماس، هدول هن اللي عندنا هون بالشكل، هدول كلياتهم ممكن انا انزلهم لقلب المشروع اشتغل فيهم اذا حبيت. وفي عنا نحنا الامبليس ماس، نحن طبعا نشتغل على الامبليس ماس اللي هي نشتغل فيها تشكيل معين بدنا اياه باستخدام هاي الادوات. اول ما فتنا على الامر او على الاداه بنلاحظ اختلفت عند القوائم هون، صرت كانه بيئه ملف، الالوان هون صارت لون رمادي الرموز، فهاي يعني بتشبه الى حد ما لما كنا نفوت على الموديل امبليس ونشتغل فاميلي كمان، فهي تقريبا نفس الوضع انه عم بشتغل انا بقلب ملف فاميلي. هلا هون نحن عندنا ادوات الرسم موجوده، ممكن يكون في فرق بسيط بين الأوامر يعني اللي راح نشتغل عليها هون عن الأوامر اللي اشتغلناها مثلا بالموديل إمبليس. فمثلا هون ما عاد في شيء اسمه اكستروجين أو بليند أو سويب، يعني هدول ما عاد موجودات هيك هون بهاي القوائم بشكل منفصل أو هيك إنه أمر لحاله مثل الموديل إمبليس. هون صار عند الموضوع نوعا ما ممكن نسميه تلقائي، يعني انا مجرد ارسم سكتش وسكتش تاني معه بيتوضعوا بطريقة سويب مثلا، فهو فورا لما راح اعطيه امر الانشاء راح يعتبره سويب، راح يعرف فورا انه هاي سكتشات بتصير لسويب. اذا كان بس خط واحد او سكتش واحد فهو راح يعتبره اكستروجن مثلا، واذا كان في اكثر من احتمال فهو ساعتها بيخيرنا انه بدك هيك ولا هيك. فنحن بس صار علينا انه نرسم سكتش وبعدين نعطيه امر الانشاء. فنحن هلا هون راح نبلش مثلا نرسم لاين، طبعا واقف بليفل 1. اذا رحنا وقفنا هلا ب3 دي شفنا هذا اللاين طوله 10 متر، قلنا له مسكنا سكتش، يعني انا بعد ما رسمت سكتش وخلصت ما في عندي لسه شيء، بس لما بيجي بمسك سكتش بيعطيني هون امر كرييت فورم، طبعا فيه سوليد فيه فويد، نحن حسب شو بدنا، اذا تفريغ بنختار فويد، اذا انشاء بنختار سوليد. فنحن رح نختار سوليد، نعمل الرؤيه شيدد، صار عنا هذا هو الشكل اللي شايفينه قدامنا. هلا هذا الجسم اللي هون احنا ملاحظ انه صار فينا نتحكم بتفاصيله وبعناصره الداخليه مكوناته بشكل اكبر، يعني انا هنيك قبل ما كان فيني امسك هذا الخط لحاله وصير حركه بهالشكل او بهالشكل، هلا لا صار فينا اتحكم فيه انا هيك، صار فينا كمان امسك نقطه حركها اتحكم فيها مثل ما بدي، كمان هاي صارت بقلب بيئه الماس او بقلب اوامر الماس. هاي كلها مجموعة إضافات نحنا ممكن نشتغل عليها. مثلا نحنا هلا إذا مسكنا هذا الجسم مرة تانية واشتغلنا، مثلا في عنا هون شيء اسمه إكس راي، في عنا شيء اسمه أد إيج، في عنا أد بروفايل، طبعا هدول كلياتهم أوامر بيلزموا للشغل والتعديل. مثلا إذا قلت له أد بروفايل وقربت إيدي لهون أضفت مثلا هذا الخط، هلا هذا الخط إذا رجعت مسكته لاحظ ما بيكون مبين، إذا قربت لهون بصير عم كأنه فينا أمسكه يعني، فإذا حددته بصير فينا كمان نتحكم بهذا الخط ونشوف كيف عم يصير شكل الطبقة الموجودة هون او العنصر الموجود هون، عم نشوف كيف شكله عم يصير. هاي كلها اوامر يعني مختلفة نحنا ممكن نستخدمها مشان انشاء وتعديل عناصر حسب نحنا شو بدنا. انا خلي هذا هون. هلا بعد ما صار العنصر على سبيل المثال انا هذا العنصر هيك بدي اياه فرضا،
صار عنده جاهز بالشكل اللي بدي اياه. خلصت قلت له فينش ماس. فلما قلت له فينش ماس طبعا هون عم يعطينا اشاره انه العنصر اللي انشاته ما بيحصر فراغ ضمنه بحيث انه ينحط فيه ارضيه. هذا الموضوع راح نتعرف عليه بعد شوي ان شاء الله. هلا هون صار عندي هذه القطعه او هذا العنصر. شو فينا نعمل بهذا العنصر؟ نحن اذا رحنا على قائمه اركتكتشر مثلا بنلاقي بالول كان في شيء اسمه الباي فيس، بالروف كان في شيء اسمه روف باي فيس، وبالفلور كان في شيء كمان اسمه فلور باي فيس، اضافه لامر هون اسمه كورتين سيستم. هلا هدول العناصر الاربعه والاوامر الاربعه موجودين عندي هون، كورتين سيستم وروف والفلور محطوطات موديل باي فيس، يعني هني نفسهم هدوليك محطوطات هون بالماسنج اند سايت مباشره. انا هون هذا العنصر اللي عندي فينا اعمله وول مثلا، كبس على وول باي فيس بصير هو عم يدور على الفيس اللي اكبس عليه مشان يصير وول. فجيت كبست هون، فهلا انا صار عندي هون في جدار على نفس العنصر اللي كان عندي اللي هو الماس، يعني على نفس الماس تماما صار الجدار. طبعا الماس لساته موجوده ما له علاقه بالجدار، انا ممكن احدد الجدار واحذفه او احدد الماس بالتاب واحذفها كمان او اخفيها حسب انا شو بدي. هاي كمان بالنسبه اذا كنت بدي اعمل جدار، انا ممكن لا ما بدي اعمل جدار حذفته، بدي اشتغل كورتين سيستم. كورتين سيستم بيصير عندي هون عباره عن جدار زجاجي كورتين مثل اللي كنا نشتغله نحن، بس ما كان بيصير معنا انه غير عمودي على الارض. هلا نحن الكورتين سيستم صار فينا نشتغله بشكل يدوي، يعني حسب التصميم اللي نحن بدنا اياه، وبعدين نصير نعدل لحتى يصير شكل مناسب مثل ما احنا بدنا. ملاحظ انه كيف فينا نتحكم بخطوط الشبكه، بنزودهم وبنقصهم عشان يصير في عندي انحناءات اكثر وما تبين التكسيرات. هاي كمان بالنسبة لهيك شكل. شو فينا نعمل كمان بعض الأوامر؟ كمان فتنا مرة تانية على قلب الماس ليفل 1، جيت مثلا بصمت هيك، يعني هو مجرد شرح للفكرة ما أكثر، شرح لبعض الأفكار. فنحن اذا عنا هذا الشكل قلنا له كرييت تمام، بيطلع عندي بداية مثل ما احنا شايفين. اذا مثلا جيت حددت هون وقلت له ايد بروفايل، فبيفتح لي البروفايل الفوقاني. ممكن انا هذا البروفايل حدده، وقف التوب، قول له سكيل، كبره على سبيل المثال بهالشكل، وارجع له اشارة صح. فبلاحظ هلا انه بالشكل عندي صار في هاي الانحناء للجدران. كمان هيك ممكن نحن نشتغل جدران مايلي تكون من تحت، يعني مسقطة أصغر من المسقط فوقاني أو بالعكس. هلا هون ممكن كمان نحن شو نعمل؟ ممكن نضيف بروفايل، نقول له أد بروفايل، وقرب لهون على الحرف. لاحظ إنه عم يحط لي خط فيني أضيفه، بصير أتحكم أنا بهذا الخط بحيث يكبر الشكل أو يصغر. فأنا ممكن من هون مثلا خليه يكبر هيك شوي إما الخارج، او اذا بدي اياه يكبر مثلا للداخل بالعكس. نمسكه صح بهالشكل مثلا. فنحن كمان هذا البروفايل بخليني اتحكم وبيعطي مثل مرونه او انسيابيه للشكل الموجود عندي. كمان هدول هلا فينا نحن نعملهم عباره عن كورتين سيستم او وول كمان مثل ما اشتغلنا هدوليك من شوي. بعد ما اكون يعني خلصت بقول له فينش ماس، وساعتها بصير بضيف هون الوول والكورتين سيستم حسب انا شو بدي. طيب كمان احنا هلا رح نرجع نشتغل ان بليس ونشوف شو في لسه ممكن يطلع معنا شغلات. اذا فرضا حطيت هون قوس بهالشكل، طبعا احنا في عندنا نوعين الخطوط بقلب الماسنج اند سايت او بقلب الماس بشكل عام الشغل هذا، وحتى بغير يعني بالاصل نحن في عنا كان خطوط مرجعيه او خطوط مستويات، في عنا خطوط بس للرسم او يعني استخدامها مؤقت او بالعنصر نفسه فقط. فهون كمان في عنا موديل، في عنا الريفرنس. هدول النوعين من الخطوط، نوع بيكون خاص بالعنصر، يعني اذا انشات العنصر فخلص انا ما عاد الخط ما عاد احسن استفيد منه مره ثانيه، بحيث انه احسن الشكل احذفه او روحه ويضل عند الخط، فهو الخط صار من ضمن العنصر. اما بالريفرنس هون لا، بصير عندي الخط
هو صح انشا العنصر وساعد بانشائه وكل شيء هو اساسي فيه، بس انا كمان فيني ارجع استخدمه للخط نفسه مرتين وثلاثه، وهو يعني فينا نعتبره خط مرجعي فيه مستويات وهيك. هلا احنا على فرض عنا هذا الخط مثلا، جينا حطينا هون هاي النقطه بهالشكل، رحنا على 3D مشان نشوف شو عم يصير عنا، نتاكد من الطول بس 23 متر. طيب بدي اكبر شوي هنا، هلا اجيت لهون حطيت نقطة من خلال من هذا الامر بوينت اليمنت، حطيت قربت لهون. اول شيء بتكون نقطة هيك شكلها، بس اذا قربت على خط بلاحظ انه عم تصير مثل عم تلقط وعم تمشي علاج. هاي هذا اسمه هوست، يعني هذا الخط صار عبارة عن هوست لهاي النقطة حاضن إلها. نحن هون حطينا نقطة، شو بدنا نعمل بهاي النقطة؟ رح نعمل سيت ونضغط هون، طبعا نقول له شو مشان نشوف المستوى هيك. هلا انا فيني ارسم، رح ارسم هون بهالشكل، كمان تأكدوا من الارتفاع. إذا وقفنا بالواجهة هم يكون أكبر من هيك، نحنا مثلا يوصل لهون تقريبا أو أكثر شوي. أحسبه وأرجع أشتغل هون كمان. مثلا إذا الطابق كله عندي عم يكون 3 أمتار، يعني أنا مثلا هيك مسافة مناسبة تقريبا في الشغل. وراح أكبر ال أكبر القوس كلياته، حيصير عندي هيك. تمام، هلا أنا هون فيني أعمل من هذا ال البوينت وهاي الشكل اللي هون اللي بقلبه، يعني هو هاد تابع للمستوى اللي البوينت مستوى البوينت. هلا راح اعمل له كوبي، اعمل له نسخة 2 3 كمان، يعني ممكن اعمل نسخ حسب انا قديش بدي اعدل على الشكل. نسخة هون، عم امسك النقطة، عم اقول له بيك نيو هوست. ممكن احيانا يعني تتاخر البيك نيو هوست ما فورا تتفعل، لكن المهم امسك النقطه وقول له بيك نيو هوست ويجي حطيتها هون بالاخر. هلا هلا انا اذا حددت الاشكال هاي اللي صارت عندي هاد وهاد، طبعا نحن مبدئيا فينا نمسك يعني اي واحد من هدول وامسك المسار، فبيطلع عندي امر شو امر سويب، يعني امر سويب كان بيتكون من سكتش اول ومسار، فاذا قلت له كرييت فورم فراح يطلع عندي امر سويب عادي، لكن انا بدي اربط بين هاي البروفايلات كلياتها واختار المسار قول له كرييت فورم. هلا هاي البروفايلات الربط بيناتهم، يعني بنلاحظ انه هون صار فيني استخدم اكثر من 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 بروفايل. يعني قبل بالسويب ريفيل كان بحسن انا اشتغل على مسار واحد وفي بقلبه بروفايل، وحتى كان سويبت بليند بيشتغل على مسارين، عفوا على سكتشين او بروفايلين، بروفايل اول وبروفايل ثاني وفي مسار واصل بيناتهم. لكن هون انا صار عندي اكثر من هيك، يعني صار فيني احط، هلا انا حطيت 4 نقط مثلا، بحط كل واحد بروفايل شكل، فيني احط عدد كبير من البروفايلات. هلا هون راح استخدم مثلا هذا البروفايل، راح وقف بالفرونت تمام، قول له اديت بروفايل وبدي انزله لتحت شوي. هيك مثلا قول له اشارة صح. كمان هذا البروفايل راح اكبس تاب مشان احسن امسك هذا الخط، قول له اديت بروفايل، كمان راح انزله لتحت شوي اشارة صح. لاحظ هلا صار هيك عند الشكل، بعدين راح اضغط على المسار الموجود عندي هون بحيث امسك هذا البروفايل اللي هون، قول له ايديت، فوت علي قول له روتيت، ميله هالقد مثلا بدرجة 60، قول له اشارة صح.
بعدين راح امسك البروفايل بتاعنا والاديت بروفايل، اعمل روتيت درجة 150 شرط صح. راح امسك البروفايل اللي هون هذا، اعمل اديت بروفايل كمان بدرجة 180 فملاحظ انا عندي كيف صار الشكل، عم يصير فيه مثل حلزون او دوران. طبعا هون النسبة كتير يعني، لكن ممكن نخففها. تمام، هلا نحن راح نشوف شو صار الشكل بالنسبة للأرض، يعني بالأرضية هو هلا قديش لوين واصل، قديش بعيد عن مستوى الأرضية من فوق. حوقف الواجهة هون، شوف إذا هي المستويات. فأنا عندي إياه واصل للطابق الرابع، وهذا هو مستوى الأرضية. تمام، فالأجزاء هاي واصلة لتحت الطابق. هلأ نرجع لهون، ممكن نقول له finish mask، إذا لسه بدنا نعدل شيء ممكن نعدله كمان. وراح نروح نوقف level 1، نعمل أرضية تكون كبيرة شوي. تمام، عشان نحن نشوف شو صار عنا. هلا هذا الشكل بدون الأرضية، يعني نحن فينا بس عم نحدد أول شيء إنه هو تمام ولا لا. هلا راح أرجع فوت عليه مرة تانية، كبست كبستين، فوت على قلب الماس، فينا أعدل التعديلات إذا حابب أعدل على شيء معين، إذا حابب خلي هذا الوجه مثلا يرتفع شوي لفوق، فينا أقول له إديت بروفايل. أو بدون رفع بس راح أعمل روتيت بهالشكل، هيك نكون إحنا مثلا السيابي صارت أزبط شوي. فرضا أنا هلأ هيك بدي هذا الشكل، صار مناسب بالنسبة إلي. جيت بدي أقصه، طبعا ما بدنا نخليه هيك أكيد من تحت، فنحن راح نعمل شيء اسمه هذا المستطيل مثلا. اختار المنسوب الرسم هو ليفل 1، واجي أرسم هذا المستطيل بهالشكل. بعدين هلأ بحدد المستطيل اللي رسمته وبقول له كرييت فويد. فهو اول شيء عمله اكستروجن لفوق، انا لا ممكن اقول له بدي الاكستروجن لتحت بحيث يتفرغ الجزء التحتاني ويبقى عندي بس الجزء الفوقاني. طبعا لو بدي اعمل هون بعدين ارضيه، يعني هلا هو ما نو اخر الارضيه معه، لو بدي اعمل ارضيه فبخليه يكون نازل لتحت شوي. هيك مثلا صار الجسم الاول موجود عندي وجاهز، فانا بشتغل عليه بهاي الطريقه مثلا، فصار عندي هيك كبست له اشارت صح انه انا نهيت الامر. هلا هذا شوف احنا نعمله، رح ناخذ الماسنج ان سايت، نعمل كورتين سيستم، نختار هذا الوجه، نختار هذا الوجه. طبعا لحاله هو لحاله عم يحط اشارت الزائد، يعني عدم انا انكريس كاترول مثلا، لحاله هو عم يعدد الوجوه، عم يحط اكثر من واحد، عم يحدد اكثر من واحد. بعدين كريت سيستم، فطبعا راح اكبس له اسكيب مشان بدي اعدل تعديل اول شيء. اذا متذكر نحن من شوي حطينا سماكة الشبكة أو أبعاد الشبكة كانوا 0.5، فهو رقم مانو يعني كتير كبير، كتير صغير، يعني إنه عدد تبع الأضلاع رح يطلع كتير كبير. لهيك أنا ما حسب نحنا شو بدنا نشتغل بنشتغل. أنا حاليا ما بدي أطول كل هالقد أو يعني يحسبوا لنا كل هدول، رح أعمل له متر فاصل اتنين. وكل شيء خصائص بدنا إياها نحنا بنعدلها أول شيء مشان يعني ما نضطر كل شوي نعيد نفس العملية والجهاز يعيد نفس الحسابات. يعني من هون انا فورا بقول له، قبل ما اقول له كرييت سيستم بقول له انه بدي شبكة انتيريور تكون 30 مثلا، وشبكة البوردر 1 والبوردر 2 الاحراف، يعني الاحراف الخارجية بدي اياها تكون مثلا من هذا النوع ومن هذا من هاد. حدد يعني كل الخصائص اللي بدي اياها للجريد او للشبكة اللي بدي اياها تكون هون موجودة، بعدين بقول له اوكي. هلا بعد ما حددتهم وخلصت وعملت
الفاميلي تبعي. طبعا احنا قد ما نعدل فيها بنعمل دوبليكيت مشان ما تروح الفاميلي الاصلي اذا ممكن تكون لازم لنا. بعدين قلت له كرييت سيستم. هلا بنستنى بده يحسب الكورتين سيستم على هاي الوجوه الثلاثه. هلا هيك بنلاحظ انه صار الكورتن موجود عندي بهذا الشكل، صار في عندي مثل الجدران الزجاجية يعني ماشي على الجسم. فينا كمان هلا نحن نقول له مثلا وول، وناخذ هذا الجزء او هذا الوجه كجدار، وناخذ هذا الوجه كجدار. طبعا كونه في اضلاع قائمة صارت او يعني شوي هيك معنا افقية تماما، او في اجزاء مثل هالاجزاء اللي هون، فهو ما بيرضى انه يعمل روف حتى لو في هيك شوي جزء. بس المهم هون عم يصير في التقاء مع الارض بهذا الشكل، لذلك هو بيعتبره لسات يعني فينا نحطه وول، ما بنحسن نحطه روف مثل هيك. هلا بعد ما خلصنا فينا نحذف الماس كلياتها اللي شايفينها عم تختلط مع الجدار، وطبعا ما له علاقه بالكورتين وول، كمان هو عباره عن جدار فوق مثل الجدار هذا. فينا نحذفه، وفينا قبل ما نحذفه نحط ارضيات كمان. الارضيات لما بنحطها بتركب بقلب المساحه بالضبط، فانا فيني اقول له فلور، لكن قبل ما اقول له فلور لازم احدد الماس اول شيء واقول له انه طالع لي ارضيات الماس. هم هون ممكن نكبس تاب حتى نحدد الماس. هاي من هون نقرا نتاكد الاسم ماس، قلت له ماس فلورز، وحددت له الطابق الاول والثاني والثالث حسب يعني الطوابق الموجوده. نحن ممكن نحددها كلياتها، لكن نتذكر انه اشتغلنا على الارتفاع بس على قد هالطابقين. فملاحظ صار في عندي هي في ارض اصلا طابق تحتاني ارضيه، صار في عندي ارضيه هون، صار في عندي ارضيه ثانيه هون. هلا هدول الارضيات الموجودات هون هدول ارضيات ماس، يعني هاي مانا ارضيات نظاميه، لذلك هلا بنقول له فلور بنختار هاي الارضيه وهاي الارضيه. الارضيه تحتاني اصلا في عندي هون ارض، لذلك ما راح اخذها، وبقول له كرييت فلور. فبصير عندي هون في ارضيات موجوده بقلب الكتله او بقلب المشروع. هلا انا ممكن احدد الماس، بحسن احذفها انه ما عاد لازم تلي، فبتنحذف فيه و يعني ما عاد موجوده عندي الارضيه هاي، عفوا الماس هاي. هاي الارضيه الاولى وهاي الارضيه الثانيه موجودات هون مثل ما احنا شايفينهم. هلا هيك بيكون مثلا انتهينا من الشكل الاول. رح نشوف شو ممكن نحن كمان نحسن نعمل بالماس. هلا المشروع الثاني راح يكون عبارة عن مسائط، يعني راح نشتغل بالمسائط. إذا وقفنا بالليفل 1 أخذنا ماسينج أون سايت بليس ماس، أوكي فرضا عملنا هون هذا الشكل. هيك وراح أعمل روتيت شوي، خذ لهون شوفوا بالسريدين تمام. وبعدين اذا حددته وعملت له كوبي بيست ارامسك ليفل، واخذ الطابق الخامس التاسع 13. هلا بلاحظ انه صار في عندي اربع مسائط. دخل المسائط الاولاني تحت، راح اوقف بالخامس وراح اوقف بالتوب، حدد هارد وقف التوب وعمل له موف. ما عطيت خفيف شوي، بعدين راح حدد الثاني كمان موف روتيت، بالاخير كمان موف. يمكن يكون كترنا بس شوي. هلا اذا رحنا شفناهم بالثريدي طلعنا هذا الشكل، راح نحددهم نوصل بيناتهم بالكرييت فورم، يطلع عندي الشكل اللي شايفينه قدامنا. اول شي راح اخذ البروفايل تحتاني، اقول له اديت بروفايل مره ثانيه، حدد
الشكل من هون، اكبره من هون، اكبره من هون شوي، بعدين ارجع احدد الفوقاني هون، كمان قلت بروفايل خليه يصير اصغر، سكيل شكل. هلا عنا هون تمام، عنا هون بس بدون نزاح شوي هذا لهون. نروح نخاف شوي، يكون بده يعني كمان يكون انحف شوي صغير، بس فراح اعمل له هذا البروفايل، بحدد هذول الاثنين واعمل لهم سكيل شاف صح تمام. وعنا هذا بس كمان نعمل له شوي صغير هلا. رح نقوي شوي الروتيت لانه تقريبا ما انا يعني ما مبين كتير، رح اعمل له هذا الروتيت اكتر، خليه يتجه هيك. لاحظ هلا صارت الروتيت عم تصير اقوى، كمان هاي رح اعمل لها ايديت بروفايل، كمان روتيت تمام، بحيث هلا نحنا صار في عنا الدوران عم يكون واضح اكتر. شوف اذا رجعنا لها شوي صغيرة روتيت بس تمام. هلا صار عنا هذا المجسم ككتلة اول شيء، بدنا مثلا نحنا نشطف السقف من هون، يعني نخليه مايل هيك فيه ميول. كيف ممكن نعملها؟ لهاي ممكن نحط مرسوم بالسقف الفوقاني، نختار هذا ونرسم هذا المستطيل بالشكل، بعدين نقول له حدده، نقول له كريت فويد، فهو عمله هيك. هلا اخذته لهون السطح الفوقاني، طبعا نكبس تاب نحنا مشان نحدد الاسطح، سطح الفوقاني راح ارفعه لفوق اكتر، الجسم او الضلع اللي هون راح ارفعه لفوق كمان. نحن شايفين كيف عم يصير القطع من هون، او ممكن نزيلها شوي حسب يعني القياس اللي نحن بدنا اياه. نلاحظ هلا كيف صار مقصوص عنده بهذا الشكل. هلا في عنا كمان نحن راح نيجي نضيف هون نقطة مثل هاي هيك، كون يصير بقلب الجسم، بعدين نقول له ست، نرسم دائرة بنصف قطر 0.2 تمام، صغير يعني بين كتير، راح اخليه 0.4 0.4 تمام. هلا راح اخذ تنتين واعمل له كوبي، بدنا بس انه نسخة وحدة. هلا هاي النسخة راح امسك النقطة واقول له بيك هوست، اخذ الضلع الثاني اللي هي هون تمام، بعدين راح امسك هذا الخط وهاي النقطة واقول له كرييت فورم. لاحظ كيف صار عندي يعني مشي هون، كمان هذا راح اخذ الضلع، راح اخذ النقطة كمان اقول له كرييت فورم. لاحظ كيف صار عندي الشكل كلياته. هيك بنشوف صار عنا هون مثل يعني بروفايلين عم يمشوا على الكتلة. هلا هون رح نشوف نحن في شيء اسمه الشبكة بتنحط على الوجه، إذا حددت هذا الوجه مثلا، حددت هذا الوجه، دول وجهين هاد وهاد، في عنا هون شيء اسمه ديفايد سيرفيس. إذا اخترت ديفايد سيرفيس لاحظ كيف هلا صار مقسمات.
نحن هون بالتقسيم فينا نحط مثلا باترن، بدل ما يكون هيك الشكل نختار شي باترن من هدول، فرضا اخترنا هذا النوع وشفنا كيف صار عندي هلا التقسيم الشبكة تبعيته هيك. راح نحدد المسافة الموجودة عندي هون، بدل فيكسد نمبر مثلا انا فيكسد ديستانس، حددت المسافة انا بدي اياها متر مثلا، تحت كمان عملت فيكسد ديستانس وحددت المسافة اللي بدي اياها انه متر او بلوك. هلا بلاحظ صار عندي تقطيعه، المجسم الموجود عندي صار مقطع بهذا الشكل اللي شايفينه قدامنا. هلا نحن فينا نتركه هيك، فينا اذا حبينا نغير التقطيع الموجود عندي نحط تقطيعة مميزة يعني اكتر، او تقطيعة انا اصنعها بايدي كاملة بحيث اللوح الموجود الواحد هون تصير له شكل يعني شكل انا اختاره، ما يكون هو هيك بس مستطيل او اي شكل تاني من هدول الاشكال الموجودة عندي هون، لا شكل اختاره بايدي انا بحيث يكون فيه شيء مميز. هلا هاي رح نعملها، هي عبارة عن فاميلي، رح نقول له فايل نيو فاميلي، رح نروح على الكورتين بانيل باتر ونختار اوبن. اول شيء رح نحدد انه يكون الشبكة من نفس النوع اللي نحن اشتغلنا عليه، وبعدين كمان رح نغير الواحدة حتى كمان نحط الشبكة تكون قد الشبكة اللي اشتغلنا عليها، احنا حطيناها متر بمتر. تمام، هلا صار عندي هذا هو، هاي هي الشبكة اللي عم، او هذا العنصر اللي عم يتكرر على الشبكة. هلا نحن هون هذا العنصر عم يتكرر على الشبكة، فينا نحط له مثلا هون نقطة مشان اعمل عليها مثلا اطار، خلي 0.5 بالشكل. كمان راح احدد هدول واعمل لهم create form، راح اختاره من هالنوع، بعدين حدد نقطة، حدد الاطار او راح اكسيله هذا اول شيء، اعطيه اكساء اكساءه، راح اعمل create material واعطيه اكساء ازاز من هذا النوع مثلا كله اوكي. بعدين راح اعمل هيك وحدد هدول قول له كرييت فورم، كمان راح اخذ هذا الشكل اللي صار عندي واعطيه اكساء، كمان كرييت نيو ماتيريال واعطيه اكساء معدن. مثلا من هذا النوع نتأكد من الإساءات مش راح نعيدهم. تمام هلا كونه خلصت نتأكد بس هذا راح اعمل له اخفاء مؤقت، عفوا اعمل له اظهار مؤقت. تمام اتأكد من هذا العنصر انه موجود وكله تمام. طيب هلا راح اقول لود انتو بروجكت، بس لازم نعمل له ريسيت. تمام هلا راح نروح نوقف هون، نمسك الشبكة الموجودة عندي ونشوف بنلاقي صار في فاميلي موجودة بقلب الخيار اللي نحنا اشتغلنا عليه. اذا عملنا له انه اخترناها بحيث يستبدل لون، لاحظ هلا انه راح يبلش يمشي ويستبدل كل المربعات الموجودة هون بالمربع اللي انا انشأته. ننتظره طبعا لحتى يخلص الحسابات كلياتها ويحطهم المربعات. لاحظ صار عندي هيك، هلا هون كمان هذا الوجه اللي من هاي الجهة كمان عمل نفس العملية، خليه تصير من هذا النوع. تمام هلا صار عندي الشكل مثل ما احنا شايفينه هيك، في عنا الجزء الفوقاني هون كمان راح نحدده نعطيه اكساء بحيث انه انا هلا ماني يعني ما راح احط هون جدران وكذا وهيك، خلص هدول الشغلات اللي انا حطيتهم هلا خلص راح يضلوا موجودات، يعني ما راح احذف الماتيريال او احذف الماس الموجودة عندي هون، راح اخليها على حالها. احدد هدول
نجيب الكليات المقسمة من هون، أعطي إقصاء كمان، خلي إقصاء من هذا النوع، لا ما هون، ممكن، كمان هذا، خلي الإقصاء من هذا الماتيريال كمان نفس الشيء. تمام، هلا هيك صار الشكل جاهز عندك، فينا اقول له فينش ماس. حيصير الماس كمان كلياتها جاهزه، هاي صار عندي هلا هون مجسمين جاهزات اللي شايفينها قدامنا. تمام، هلا ببقي عندنا بس انه اذا بدنا نحط فيه لهذا المجسم ارضيات او شيء، ممكن احنا نحدد الماس هيك من برا ونقول له ماس فلورز، نختار كل الأرضيات طبعا الطابة الأول مبنية راح نشيله بس نقول له أوكي، بحيث هلأ أنا صار في عندي ماس لكل الأرضيات الموجودة هون. هلأ فينا نقول له ماسينج أون سايت، نقول له فلور حدا، طبعا يعني هاي في حال كنا احنا حابين نحط أرضيات، إذا ما بدنا نحطها يعني كمان احنا بدنا حرية بحيث نعمل اللي بدنا إياه. هيك هلا صار في ارضيات موجوده عندي، الماس الموجوده ممكن انا احددها واحذفها اذا ما بدي اياها الارضيات، ممكن هاي الارضيات نفسها اعطيها اقصاء بحيث تبين بهالشكل هيك مثلا مثل تقطيعات. هاي الارضيه بس راح اغير اعمل دوبليكيت، ممكن نعملها هيك صار، يعني هاي ما مهمة. هلا صار عنا الجسم جاهز، إذا حطينا كاميرا مثلا من المسقط، تمام، نعمل لوك أب داون، نعمل بان هيك. نعمل اوربت، لوك على طول شوي، لما هون رح ظهر على الارضية خليه سأد كبر علينا مستوى الشاشة. هلا اذا اجينا رندرنا خلينا احنا كل شيء مثل ما هو سكرين، يعني ما عدلت عدو عدلت بس على جودة الرندرة. لاحظوا انه الشكل عنا طلع مثل ما احنا شايفين، يعني الازاز اللي هون كنا احنا حاطين ازاز ما يعني كأنه ناقصين خطوة او ما اخدوا نسيانينه، ما تأكدنا منه يعني انه اذا اخذوا او لا او حطيدهم، نعمل له هيك حدد السطح، تأكد من الاقصاء اللي اخذوه تمام ما كان اخذوه، نقول له اوكي تمام. تمام، هلا زرعنا على 3D على الكاميرا، كمان جربنا نعيد الرندر، يمكن الأرضية نعطيها أقصاء ثاني شوي بس مثلا يكون ممكن هيك شي نعطيها تمام اوكي، يعني لانه حاليا الارضية ما بتهمنا بس في تعطي انعكاس حلو لو كان فيها دمعة.
انتظروا. تمام، مثل ما احنا شايفين صار عنا الازاز صار شغال، يعني خانة الازاز اللي حطيناها هون، وهاي المجسم صار عنا بهذا الشكل. هلا احنا ممكن نرندر طبعا الازاز اللي موجود هون للكورتين وورك ممكن نغيره ونعمله من هذا النوع، يعني بيصير اغمق بحيث ما يبين هيك كل هالقد شفاف. كمان احنا ممكن نغيره. في عنا شغلة اضافية ممكن نشتغل عليها الرندر بهيك حالات، انه مثلا اذا رحت وقفت ليفل 1 فيني اعمل انا كومبوننت وحط عناصر اضاءة. مثلا اذا اخذت شجرة اللود فاميلي ورحت على اللايتنج شار انترنال، اخذت الستوديو لايت اوبن. هنا في هيك حالات يعني كثير ممكن نستخدم الاستوديو لايت، حطيت 4 هون مثلا. بعدين الطابق الثاني كمان حطيت هدول 4، والطابق الثالث اذا كان طابق ثالث فيها ولا لا هنحط احنا بس كمان ونشوفهم بعدين بال 3D. نلاحظ انه هذا السبوت اللي هون يعني يا بتنزيل شوي او حذف، نحن راح ننزله. تمام، راح ننزل شوي لتحت بهالشكل بحيث يصير هون سبوت لايت تاني. اذا شفنا هون ان هذا السبوت لايت، هذا نظامي هذا هاد. كمان هاد تمام. هلا كمان رح نحط عناصر إضاءة في عنا هذا السبوت، نزحه هون شوي ما ارتاح كثير، نخليه هون وقف الفونت، نزحه هون تمام. هلا راح نحط هون كمان عناصر إضاءة كمان لسنسور واحد يعني. نسوي هون إذا عملنا هيك تحداد معي هذا هو اللي راح أعمله كوبي بيست. أنا أمسك ليفل أختار كل الطوابق بحيث يكرر إياها على كل محل. طبعا لاحظ انه هون هلا هو اول شيء بكررهم بهالشكل، رح اخذهم لهون انا عند السبوت لايت. راح فوق شوي تمام هاد. هلا راح اوقف بواجهة تانية اتأكد انه الجهة تانية اتأكد من العناصر تمام كليات عناصر اضاءة تمام. هلا هيك بيكون كمان صار شكل نسر اضاءة جاهز عنا. اذا رحنا وقفنا في 3D مرة تانية الكاميرا وجينا رندر، بس قبل ما رندر لازم من اول يعني لازم من اول شدة العناصر الاضاءة الموجودة عندي. فاذا حددت واحد مثلا هون فوت على الايدت تايب كلياتهم بيتغيروا بنفس يعني بنفس لانه كلياتهم بنفس الفاميلي تابعين نفس الفاميلي. اذا بدي اعدل جزء ما بدي اعدل الجزء الثاني فانا لازم اعمل دبليكيت اول شيء وبعدين اجي اعدل. راح احول هذا النوع اعمل تقريبا 2500 مثلا نجرب اوكي. ممكن نعمل الاضاءة انتيريور صار تروبيكال وغير اعدادات الشمس خليها الساعة 5 صباحا. نجرب رندر لاحظ انها قوية شوي الشمس وصلت يعني بلاش تطلع، نبديها تكون اخف من هيك.
أحط الساعة 3 صباحا، مثلا 3:30 ممكن، وأرجع لرندر. تمام، لاحظ إنه الإضاءة أعطتها الحولة، يعني نسيت اللي بدنا إياه. هلا عاد بعدين ممكن احنا نخفف اضاءة العناصر، او نقوي اضاءة العناصر، عناصر اضاءة يعني قوية او خفيفة مثل ما بدنا، اذا بدنا نعدل على شيء. وكل ما انتظرنا وقت اكثر للريندر يعني بيصير بيعطينا جودة افضل بالريندر او بالاحساس اللي عم نشوفه. انا حاليا هون راح اوقفها، هيك احنا بنكون كمان غطينا موضوع الماس، يعني غطينا البدايات تبعته او الاساسيات تبعته. بالمستوى الثاني ان شاء الله نحن نتعمق اكثر بهاي المواضيع، نشوف تفاصيل اكثر، نتعرف على كثير شغلات بتخص الماس والفاميلي وانشاء الفاميليز مثلا بشكل تفصيلي اكثر. ان شاء الله تكون الدورة كانت تمام، وحسنا نتوصل لشغل ممتاز ومرتب، وبنشوفكم ان شاء الله بالمستوى الثاني.